مرحبا. مرحبا دكتور، كيف الحال؟ مرحبا دكتور، كيف ازيك؟ الحال؟ كيف الحال؟ ليش في صدر؟ كيف يا جماعة، كل شيء تمام؟ السلام عليكم دكتور، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله، تمام التمام. صوتك مسموع، أشوف الأمور طيبة. الحمد لله، أهم شيء هذا يعني تحت جزاك الله خير. السيطرة، تحت السيطرة يعني. عاد بنشوف عليك هذا أنك تسيطر. يلا الله يوفقك. ان شاء الله يلا الله يوفقك، وتدريب إن شاء الله ولا محاضرة مفيدة بإذن الله، باذن واحد احد، نسال الله متأكد التوفيق إنها ان شاء بتكون الله. قيمة وبتفيدنا بإذن الله عز وجل. ان شاء الله نسال الله التوفيق باذن الله، وان نكون عندك جزاك الله خير، استقبال. شكرا شكرا. الله يبارك.
جايز Yes, Joyce. I cannot hear you also. I send you in the WhatsApp in our group. I cannot hear your voice. I don't know. But I spoke to the to Dr. Hussein before. Yes. Okay. Okay. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. راح أعطي نبذة عن محاضرنا اليوم، جزاه الله خير على وجوده معنا في محاضرة جوانب قانونية لتعاملات رقمية آمنة، الدكتور حسين بن سعيد بن سيف الغافري، حاصل على شهادة الدكتوراه في القانون ودبلوم في القانون الجنائي وليصنص الحقوق من جامعة عين شمس. عمل في عدة جهات حكومية سابقاً، كان آخرها مدير الشؤون القانونية بهيئة تقنية المعلومات، وحالياً محامي استئناف وأستاذ القانون العام المساعد بالجامعة العربية المفتوحة. تتجاوز خبراته العملية أكثر من 27 عاماً. هو مدرب معتمد في اتحاد المدربين العرب والأكاديمية الدولية للتدريب والتطوير والمعهد العربي للدراسات القانونية والمعهد العالي للقضاء ومعهد الإدارة العامة. شارك في مراجعة قوانين المعاملات المدنية وغيرها من القوانين، وشارك في إعداد قوانين الانتخابات والمعاملات الإلكترونية ومكافحة جرائم تقنية المعلومات. عضو بالفريق العربي المكلف بوضع المبادئ والأطر التشريعية الخاصة بحماية الأطفال من مخاطر تقنية المعلومات، وعضو الجمعية الدولية لمكافحة الإجرام السيبيري بفرنسا. ألف عدة كتب في السياسة الجنائية المتعلقة بشبكة الإنترنت وقوانين المعاملات الإلكترونية، وشارك في عدة برامج وورش ومحافل دولية كثيرة في عدة مجالات وفي دول متفرقة. جزاه الله خير اليوم على حضوره معنا حتى يعطينا نبذة عن ما مر عليه في حياته العملية والقانونية بالنسبة للمعاملات الرقمية. تفضل أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. في البداية اسعد الله مساءكم ايها الاخوة والاخوات بكل خير ويوم وبركات، وشكرا على الدعوة الكريمة من جمعية مكافحة الاحتيال. شكرا على هذه اللفتة الكريمة، على هذا التقديم الرائع. اتمنى ان اكون عند حسن الظن، اتمنى ان نقضي ساعة يعني مليئة بالمناقشات المثمرة. ولكن قبل لا أبدأ حديثي، يعني على أساس أن نكون يعني كنوع من الاتفاق، الهدف من هذه المحاضرة ليس الترهيب من استخدام التقنية. أنا من أنصار التقنية ومن محبي التقنية، صحيح أني رجل قانون، درست القانون واشتغلت وعملت في مجال القانون، ولكن عملي في هيئة تقنية المعلومات مع إخوة أعزاء خلاني أحب هذا المجال. أعشق التقنية جدا، أحاول أستكشف كل هو جديد، ولكن أيضا الهدف هو كيف نستطيع إحنا نجنب نفسنا الوقوع في محاذير وتبعات قانونية من خلال يعني من خلال استخدامنا لتقنية المعلومات، وسائل تقنية المعلومات. طبعا أنتم تعلمون يا إخوة يا أخوات ما يمر به العالم في الوقت الحاضر، يعني من السنة الماضية وإحنا الحين داخلين في السنة الثانية، جائحة كورونا. وما أدراك ما جائحة كورونا، نسأل الله أن يدفع عنا هذا البلاء وأن يحفظنا ويحفظكم وذوينا وذويكم من كل مكروه. زملاء لنا فقدناهم في هذه الجائحة، نسأل الله لهم الرحمة والمغفرة وأن يجعل مأواهم الفردوس الأعلى من الجنة. ولكن في الجانب الإيجابي أيضا، أن هذه الجائحة أوجدت نوع من استخدام أو الاندفاع إذا صح التعبير نحو استخدام التقنية. أصبح الكثير من الأخوة والأخوات يطلبون أبسط الأشياء عن طريق بس مستخدمين وسائل تقنية المعلومات. أصبح من ليس له موقع في العالم الافتراضي يخسر. ولكن أيضا في المجال الآخر تم استغلال هذه الجائحة استغلال سيء، وللأسف الشديد وقعوا ناس ضحايا كثيرة لهذه التقنية. عالم الإنترنت عالم مثل ما هو عالم في جانب خير، في أيضا جانب سفلي، جانب أسود، جانب مظلم، هدفهم الإضرار بالمستخدمين. شبكة الإنترنت وكافة الخدمات المتعلقة بشبكة الإنترنت منذ اختراعها، منذ اكتشافها، منذ وجودها، وجدت في الأساس لخدمة البشرية. أنا مؤمن بهذه يعني هذا الشيء، أن وسائل تقنية المعلومات، الاختراعات المتعلقة بها، الثورة الرقمية التي نعيشها، التطور الكبير في مجال تقنية المعلومات وثورة الاتصالات، وجدت في الأساس لخدمة البشرية. ولكن للأسف الشديد أسيء استخدامها واستخدمت في الإضرار بالبشرية، إضرار وأي إضرار يعني. فبالتالي أصبحت تستغل، حتى جائحة كورونا أصبحت تستغل للأسف الشديد استغلال سيء. في عام 2020 كان الناس متعطشين إلى معرفة كل صغيرة وكبيرة، عدد المصابين، عدد اللي يتابعوا ماذا توصل إليه العالم من علاج، يتابعوا كل صغيرة وكبيرة. في الجانب الآخر أيضا كانوا هناك أشخاص يستغلون هذه الجائحة ويحاولون من خلالها اختراق الحسابات، وطبعا أهل التقنية أدرى مني بذلك، يحاولون من خلالها سرقة المعلومات، سرقة البيانات، يحاولون من خلالها النصب على أشخاص بحجة توفير العلاج، بحجة توفير المعلومات، بحجة اشترك معنا وتحصل على معلومات أبديتد.
وكلها هذه ليست حقيقية، معلومات ليست حقيقية. كثير من القصص للأسف الشديد تحصل في مجتمعنا هنا في السلطنة، كثير يعني كثير من الأمور حصلت، كثير من عمليات النصب، عمليات الاحتيال وقع ضحيتها مساكين، فقط الخطأ اللي وقعوا فيه أنهم استخدموا التقنية، ولكن استخدام للأسف غير واعي، استخدام غير واعي. من ضمن القصص اللي مرت علي، إحدى السيدات شدها إعلان من ضمن الإعلانات اللي تصل عبر الواتساب وعبر الرسائل، إنه إحدى الشركات اللي تصنع الشنط المشهورة جدا والغالية الأسعار مقدمة عرض اشتري مجموعة من الشنط بمبلغ زهيد جدا جدا يعني. فبمجرد ما تم قراءة الإعلان استغربوا منه، جماعة معقولة 4 شنط بهذه المبلغ؟ والله صفقة العمر يا جماعة الخير. الشنطة كانت تكلف 100 ريال، أصبح 4 شنط ناخذها ب120 ريال يا بلاش. على طول الموقع، رقم السري، رقم البطاقة، واسحب يا ساحب. راح عن 400 ريال مرة واحدة من البطاقة على دفعات، خلال كمين دقيقة انسحب مبلغ وقدره من مصدر مجهول. هذه رقم واحد. من حسن الحظ أن انتبهت الأخت وتواصلت مع البنك، والبنك كونهم معنيين بهذا الأمر سارعوا إلى تتبع الموضوع وأوقفوا المعاملات قبل لا يتم تحويل المبالغ، وتم إرجاع المبلغ، صحيح بعد فترة زمنية، ولكن تم إرجاع المبلغ ولله الحمد. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية تنتظر طبعا، ما عملت ربط ما بين عملية إدخال البيانات الخاصة بالبطاقة وما بين سحب المبالغ هذه. تنتظر البضاعة، تنتظر ال4 شنط اللي قيمة الوحدة 100 ريال بتشتريها ب120 ريال، وتتفاجأ بالصدمة أنه تستلم من البريد علبة عبارة عن نظارة شمسية تباع في الأسواق العادية قيمة 2.5 ريال. لاحظوا يا إخوة ما مدى الاندفاع. لو أعطينا نفسنا بس فقط ثواني معدودة لنفكر في هذا الإعلان، راح نكتشف أنه ليس صحيح، ليس صحيح. لو تمعنا فقط، أعطينا نفسنا بس فقط مهلة فقط بسيطة، هؤلاء الأشخاص اللي ينصبون على الناس أو يحتالون على الناس. أولا جريمة الاحتيال يا إخوة، لو نظرنا إليها جرائم الاحتيال وجرائم النصب من ناحية قانونية، هي تعتبر من الجرائم الواقعة على الأموال في التصنيف القانوني للجرائم، ومن الجرائم التقليدية، من الجرائم التقليدية التي لا زالت ترتكب بطرق تقليدية، اتخاذ أساليب خادعة، ادعاءات كاذبة، استخدام وثائق غير حقيقية، بحيث أنك أنت في النهاية الجاني يتحصل على أموال الضحية برضاه. وهنا الفرق ما بين الاحتيال والاحتيال والنصب، وما بين السرقة وإساءة الأمانة، أنه في جرائم الاحتيال المجني عليه يدفع فلوسه، يعطيهم فلوسه برضاه، هو فرحان، هو مبسوط. ليش؟ لأنه أوهموه بأنه في جائزة راح يتحصل عليها، في علاج راح يتحصل عليه، في سفرة راح يتحصل عليها. من ضمن الأشياء اللي وقعوا فيها أيضا، من ضمن القصص اللي حصلت، إحدى الشركات
توها يا دوبها بادية في العمل، وعندها مشروع تجاري ومضبطة أمورها، أصحاب الشركة شغالين مضبطين أمورهم، ويتواصلوا مع الشركة الأم على أساس يستوردوا بعض الأجهزة. ولكن للأسف الشديد كان في شخص في النص يستمع إلى هذا وذاك، وقدر بطريقة ما أنه يعرف حركة المراسلات التي بين هذه الشركة والشركة الأجنبية، وتعامل مع الضحية على أنه هو الشركة الأجنبية، وأنه سوف يقوم بتصدير الأجهزة المطلوبة، وليتفاجأ الشخص هذا بأنه هو كان ضحية احتيال من قبل أحد الأشخاص المحتالين، وقام بتحويل مبلغ يعني تقريبا على حسب ما قرأت كان يصل إلى 30 أو من 25 ألف إلى 30 ألف ريال عماني اللي حولهم. طبعا هو محولنهم على اعتبار أنه الشركة اللي كان يتواصل معها على أساس تورد له الأجهزة، في اتفاق وفي مراسلات، فهذا الرجال دخل في النص، وبالتالي أيضا هذا رهن فلوسه بسبب هذه الجزئية. أيضا من ضمن الأشياء اللي بدأت تظهر حديثا، وأكيد يا إخوة يا أخوات لاحظتوها، ياما كثير تجينا رسائل حدث بطاقتك البنكية وإلا سوف تغلق، أو الحين الأشياء اللي بدأت تظهر عن طريق الواتساب، والله أنا أنشأت جروب، ولا أنا والله موجود في الخارج وأرجوك أرسل لي، ولا أنا فقدت الحين موجود مشتري حاجة ولكن ما يقبل غير البطاقة وأنا ما عندي المبلغ، فأعطيني رقم البطاقة مالك على أساس أنا أستخدم. وهذه الأشياء القصص اللي نسمعها، واللي إحنا كشعب نمتاز بالطيبة والأخلاق، ولكن أيضا نندفع طيبتنا هذه تدفعنا إلى أنه ما نركز في هذه الأشياء، وبالتالي في النهاية نقع ضحايا لهؤلاء المحتالين، هؤلاء النصابين. كثير ما تطالعنا الأخبار، كثير يعني قبل أيام كانت الأخوة في شرطة عمان السلطانية، ومن هذا المنبر نوجه لهم كل تحية وتقدير على الجهود الكبيرة اللي يعملوها، مسكوا مجموعة من الأشخاص كانوا يستخدموا بطاقات، يعني يعملوا اتصالات بأشخاص يوهموهم أنه فازوا بجائزة، أنه لك رحلة، أنك حدث بياناتك، أعطينا أرقام بياناتك، البطاقة البنكية على أساس إحنا نحدثها. ففي ناس مساكين يعني يمكن يكون هو مضغوط عنده شغل ما منتبه، يجي اتصال يقول له أنا من البنك الفلاني لو سمحت حدث بياناتك كذا، يعطي البيانات بسرعة بسرعة ما يكون منتبه. أو أنه ممكن أيضا الشيء يذكر احيانا الحين نفس الشيء ايضا الاولاد ممكن يريدوا يطلبوا حاجات ويشوفوا الاعلانات هذه تجيهم ويريدوا يطلبوا، فاذا ما كان في هناك نوع من الرقابه، نوع من الانتباه، من الممكن انه يكونوا ايضا عرضه لمثل هذه يعني مثل هذه الاحتيالات. أيضا للأسف الشديد كثير من الأشخاص يعني يحبوا الربح السريع، الربح كذا اللي ما في مجهود ما في تعب، فهذول الأشخاص اللي عندهم هذا التوجه بسهولة ممكن أنه يقعوا ضحايا للمحتالين وللنصابين، واللي هم للأسف الشديد بكثرة، للأسف الشديد هم بكثرة يعني.
كثير من يقعوا ضحايا بحجة أنه والله إحنا ممكن نستثمر لك الأموال هذه، ممكن نفتح لك حساب في التعاملات المالية أونلاين بالأسهم، يرتفع تشتري ينخفض نشتري لك كذا ويندفع. طبعا هم ممكن أيضا ما بهذه السذاجة يا إخوة، هذول الأشخاص أذكياء وأذكياء جدا ويعملون باحترافية، من الممكن أنه يدفعوا له مبلغ أول مرة ثاني مرة ثالث مرة لحد ما يوهموه بالفعل أنه هو الموضوع ماشي صحيح، وأنه هذا الكلام بالفعل حقيقي، وأنه هذا الكلام ليس نصب أو احتيال، بدليل أنهم حولوا للمرة الأولى والمرة الثانية. هذا كله يا إخوان عبارة عن طعم، يرموا لك الصنارة وفيها طعم على أساس يضرب الضربة الكبيرة، فيشجعوك في المرة. أنت ما ممكن لو طلبوا منك 10,000 تحولهم 10,000 ريال في المرة الأولى، أنت بتتردد، لكن بيقول لك جرب بمئة ريال، المئة ريال بيرجعوا لك إياها 200 ريال، بتتشجع بتدفع 300 ريال، بيرجعوا لك إياها 500 ريال، أو بتطمن وبتحب المجازفة وتدفع مبلغ كبير لتتفاجأ بأن المبلغ هذا ذهب في مهب الريح. من ضمن القصص اللي حصلت بالفعل، شخص معين يعني بدأ بالفعل دخل عالم الانترنت، استغل الفترة اللي كان يعني تخرج من الجامعة وقبل لا يشتغل، وفترة عمله بالانتظار وهذا استغلها، قال خلينا نجرب عالم الانترنت كيف، وبدأ بالفعل دخل موقع من المواقع، بدأ يتاجر معاهم، يشتري بضاعة وأقنعوه، باعوا له، رسلوا له الشحنة الأولى وشجعوه، بعدين اشترى شحنة ثانية شحنة ثالثة. كان حذر، الشخص هذا كان حذر في البداية، كان يعمل يعني يشتغل بنسبة بسيطة أو بمبلغ بسيط، ومن ثم لما شاف الموضوع بالفعل وأن هذا الجماعة جادين وأن كذا، دخل بمبلغ كبير، ضيعت شغل 6 أشهر، اللي يعني 6 أشهر الشغل اللي اشتغله والمبلغ اللي حصله راح في غمضة عين. هذا يا أخو ما معناته أن الواحد ما يستغل تقنية المعلومات، ما يستغل شبكة الانترنت ويعمل بها ويحقق أرباح منها، لا، ولكن ينبغي الانتباه، لابد أن نعلم ما هو الموقع لنتبضع منه نشتري منه، لابد أن يكون هذا الموقع مؤمن، لابد أن يكون هذا الموقع ثقة، لابد أن أقرأ في هذا الموقع عن هذا الموقع، ما فقط ننساق وراء الإعلانات، وراء أي إعلان يجينا على طول نتصل تليفون والله جيب نريد نشتري. يعني من ضمن القصص اللي خبرنا عنها أحد الأخوة المحامين في إحدى الدول، وأيضا حصلت هذه بدأت تنتشر. ليش بدأت تنتشر في الفترة الأخيرة؟ لأن الناس موجودين داخل بيوتهم بسبب الحظر، بسبب الخوف من الطلوع والإصابة، فبالتالي معظم وقتهم أصبح الحين داخل البيت، حتى الأعمال انتقلت عن بعد، فبالتالي الأشخاص الحين بدوا داخل البيت، فاللي كان يمارسوا هواية مثل هذا صاحبنا كان يمارس يروح الجيم كل بين يوم ويوم يعني، فاستغل وجوده، قال بدل ما أروح الحين وخوف من الإصابة أنا ببني جيم بسيط داخل البيت، فجلس يبحث عن بعض الأجهزة وتفاجأ بأنه إحدى الشركات تعرض جهاز. طبعا لما تشوف الصورة أنت والمبلغ تقول ما شاء الله هذا يعني 100% يعني، لكن لما يريد يدفع، حتى أطلقوا عليها أنه خلاص يعني، حتى لما متصل بيهم يقول لهم البضاعة كذا كيف تستلموها، قالوا له خلاص بضاعتك إنبوكس، يعني معناته أنه خلاص جايتنك طيارة. يتفاجأ وبسعار بسيطة يعني زهيدة، يعني يتفاجأ بأنه الجهاز اللي اشتراه واللي شافه يعني
ما يساوي 1% من الثمن المدفوع فيها. من ضمن الأشياء، إحدى السيدات كانت تريد تبحث جاهدة على أساس تتحصل على عامل يعمل في مجال النجارة. طبعاً تعرف إنه الورش كلها مغلقة، وبالتالي يعني فرصة إن تحصل شخص يشتغل في تلك الفترة على أساس يعملها بعض الأثاث الخاص ببيتها كان من الصعوبة. لتتفاجأ من خلال إعلان منشور على إحدى صفحات الفيسبوك بوجود شخص متخصص عنده ورشة يعمل أحسن الموديلات، خريج متخصص، يعني فنان من الآخر، فنان. طبعا تشجعت، حولت له دفعة مقدمة من المبلغ، ولما راحت على أساس أنها تستلم البضاعة ويركبوها داخل البيت، إلا أنها تتفاجأ أولا أن الشخص هذا لا هو فني محترف ولا أي حاجة، هو عامل تخصص آخر مختلف عن تخصص النجارة، ولا يفقه في النجارة شيء، ولا عنده ترخيص، ولا عنده ورشة، ولا عنده شيء. والأدوات المستخدمة منها أدوات من أردأ الأنواع، لا تساوي شيء. فكانت ضحية عملية احتيال ونصب. وقيس على ذلك يا إخوة الكثير والكثير والكثير للأسف الشديد اللي يقع ضحايا لعمليات عمليات النصب. وهذا مرة ثانية أؤكد يا إخوان، ليس الهدف الترهيب من استخدام التقنية. نستخدم التقنية، نشتري من خلال شبكة الإنترنت من المواقع. كثير من الأشياء موجودة في العالم الافتراضي ما نجدها في السوق المحلي هنا في عندنا في السلطنة على سبيل المثال. طلبة العلم تقدرون تحصلون على مبتغاكم من الكتب، من المجلات، من الكتب الصوتية، من المواد التعليمية، ولكن ينبغي البحث عن المواقع المأمونة، ينبغي الحذر. لما نتعامل في العالم الافتراضي ينبغي الحذر، لأن هناك من يحاول أن يتصيد. إذا كان جائحة كورونا وما تركوها في حالها واستغلوها، فما بالك أنت؟ وأهل التقنية أدرى وأعلم، يعرفوا أنه بكم دولار أنت تقدر تشتري قائمة من أرقام البطاقات، وخذ أنت جرب أي بطاقة ممكن تنفع معك. فبالتالي ينبغي الحذر، ليس التخويف، ليس الترهيب، وإنما ينبغي أن نتعامل مع التقنية يا أخوة ويا أخوات باحترافية. لابد أن نعرف ماذا نشتري ولماذا نشتري ومن أين نشتري. لابد أن يكون عندنا هذه الثقافة. لكن أن ننساق وراء الإعلانات دون أن ننتبه، هذا هو للأسف الشديد، هذه هي المخاطر. زين، لولا أنه هذا بالفعل، لولا أنه هذه يعني ظاهرة، وظاهرة بالفعل مقلقة، لما تجد تعاون البنوك مع الأجهزة الأمنية لتوعية عملائهم عن الوقوع في مثل هذه الضحايا. لو كانت بالفعل عمليات، يعني ممكن يجي واحد ويقول يا أخي أنتوا تبالغوا، ما في شيء يحصل، ما نشوف على أرض الواقع ناس. كثير من الناس تتعرض لعمليات الاحتيال، وكثير من الناس احنا في مجال المحاماة أقول لكم أنه كثير من الأشخاص دائما ما تجينا رسائل من أخوة أعزاء جماعة الخير، إذا جتكم رسالة عن طريق رقم تليفوني أنه محتاج مساعدة ولا شيء، لا تصدقوه، لأن أنا حساب مالي تأكر ولا حساب مالي حصل له مشكلة ولا أنه هذا ما صحيح. كثير تحصل هذه الأشياء. صحيح أن هي ما تصل إلى ساحات التحقيق وساحات المحاكم لأسباب كثيرة، يعني منها أن الطرف الآخر مجهول،
لان يا جماعه الخير عمليات الاحتيال الالكتروني والنصب الجرائم الالكترونيه بصوره عامه التقليديه منها والحديثه جرائم تتم في العالم الافتراضي، جرائم تتم من اشخاص مجهولين الهويه يستخدمون اسماء وهميه بيانات وهميه، وبالتالي حتى وان كان هناك خبراء، حتى وان كان هناك عندنا احنا في السلطنه خبراء في مكافحه الاحتيال، عندنا في السلطنه ناس متخصصين، عندنا مختبرات جنائيه رقميه، ولكن مع ذلك الجماعه الثانيين ايضا ما سهلين في المقابل. فبالتالي ينبغي الحذر، ينبغي الحذر. الغطاء التشريعي موجود، الغطاء التشريعي موجود انطلاقا من مبدا دستوري نص عليه النظام الاساسي للدوله الحديث اللي صادر في 2021 اللي يعتبر نقله نوعيه، والسابق ايضا موجود هذا المبدا، مبدا الشرعيه لا جريمه ولا عقوبه الا بنص، وبالتالي الغطاء التشريعي موجود. وانا كان لي الشرف ان اكون احد اعضاء فريق العمل اللي عملوا على صياغه قانون مكافحه جرائم تقنيه المعلومات في عام 2011، والنص العقابي موجود ويعاقب، لكن تعاقب من؟ من الطرف الاخر؟ واذا كان الطرف الاخر، واذا كان انت وقعت ضحيه لموقع الكتروني ما موجود هنا في السلطنه، من خارج السلطنه دخلت عليه من خارج الهوستنج من هذا الموقع خارج السلطنه في دوله من الدول، القائمين عليه في دوله من الدول، فكيف تستطيع انك انت تعرف، كيف تستطيع انك تحاسب هذول الاشخاص؟ يعني في الولايات المتحده الامريكيه كنت اقرا في مقال، وانا يعني كان نوع من التحضير لهذه المحاضره، يعني تقريبا خلال كم من شهر فقط من بدء جائحة كورونا المواطنين الأمريكان اللي خسروا مبالغ، وصلت مبالغ خسارتهم تقريبا ما يقارب 40 مليون في إحدى الدراسات، 40 مليون بسبب إيش؟ وكلها يستقصدوا إيش؟ كبار السن، والله عندنا لأن خايفين، والله عندنا علاج، والله عندنا اللقاح هذا، والله عندنا تم اكتشاف كذا، يتصيدوا هذول الأشخاص يقعوا. وحتى منظمة الصحة العالمية ما سلمت، منظمة الصحة العالمية ما سلمت من من الناس اللي يحاولوا أنهم يستخدموا مواقع مماثلة للمنظمات هذه ويستغلوا هذه المواقع. يعني لو دخلوا موقع اليونيسف مال الطفولة راح تجدوا تنبيه تحت، لأن في ناس يستغلوا هذا الموقع ويجمعوا تبرعات على اعتبار ان التبرعات رايحه ايش؟ الى الاطفال، لمعالجه الاطفال ضحايا الحروب ولا ضحايا الفقر، والحقيقه انها هي تروح الى مكان اخر. فكثير من 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 الاشياء، يعني هذه المنظمات تم استغلالها، هذه المنظمات تم استغلالها. فينبغي الحذر، خاصة بالنسبة إلى أصحاب اللي هم قطاع الأعمال اللي عندهم بيزنس وعندهم فاتحين أعمال، ينبغي الحذر في التعاملات هذه، خاصة إذا أنت تتعامل مع شركة أجنبية، ينبغي أنك أنت تبحث عن هذه الشركة الأجنبية، ينبغي أنك أنت تجمع كل الخلفيات عن هذه الشركة على أساس قبل لا تتعامل معها وتحولها مبالغ مالية، لأن بعدين وين؟ أنا بعطيكم من القصص اللي حصلت شركة، يعني تخيلوا يا أخوة يا أخوان، العقد اللي بين الشخص هذا وما بين الشركة هذك كاتبين أنه في حالة حدوث أي نزاع، في حالة حدوث أي نزاع أو مشكلة بين الطرفين، وذاكرين اسم منطقة والله ما موجودة، منطقة في مكان في صوب أمريكا مع في المحيط، منطقة جزيرة، والشخص هذا ما انتبه، هذا تتعلق بتداولات الأسهم، ما انتبه،
جاء اتصال، وين الكول سنتر مالهم؟ موجود في المملكة العربية السعودية، اتصلوا به برقم من المملكة العربية السعودية. لما حصلت الإشكالية ويريد يطالب بالمبالغ ماله، قالوا له ما في عندنا مبالغ، يريد يقاضيهم، تفاجأ بهذا النص. يعني لو راح الحين يطالب من الشركة، وين موجودة؟ ما إلها كيان هنا، ما موجودة هنا في السلطنة، وللعلم حتى ما موجود، يعني للعلم أن ما مسجلة في المملكة ولا إلها كيان ولا أي حاجة، بس مجرد شخص ماخذ رقم يتصل من تلك الدولة. فمثل هذه الإشكاليات تضع السلطات إنفاذ القانون، عمليات البحث والتحري، عمليات التحقيق، تجعلهم في مأزق، يبحثوا عن من؟ قضية فيها صحيح أن الشرطة باذلة جهد، صحيح أن الشرطة لها اتفاقيات تعاون مع أجهزة مماثلة لها، يتبادل المعرفة، يتبادل المعلومات، ولكن هذه تتعامل مع من أنت في هذه الحالة مثل هذه القصص؟ فينبغي إحنا ما نريد نصل إلى هذه المرحلة، ينبغي أن نكون حريصين، ينبغي أن نكون حريصين من البداية، نكون حريصين نستخدم التقنية استخدام أمثل على أساس ما نقع ضحايا ل يعني لمثل هذه القضايا. النظام القانوني عندنا في السلطنة موجود ولله الحمد، عندنا قانون المعاملات الإلكترونية موجود، عندنا قانون المكافحة جرائم تقنية المعلومات موجود، عندنا قانون الاتصالات موجود، وعندنا قانون الجديد نتمنى أنه يظهر إن شاء الله، بيظهر قريبا بإذن واحد أحد، قانون حماية البيانات الشخصية. المظلة التشريعية موجودة ومتطورة ولله الحمد، والقادم أحسن وأحسن، لكن إحنا ما نريد نصل إلى تطبيق القانون، إحنا نريد في البداية صمام أمان منا إحنا كمستخدمين. الكل يسعى إلى استخدام التقنية، الكل يعكف إلى استخدام التقنية. الأمية الحين أصبحت ليست أمية القراءة، عدم القراءة والكتابة، وإنما عدم فهم هذه التقنية. ينبغي أنه إحنا نفهم هذه التقنية، ينبغي لما ننزل تطبيق من التطبيقات نقرأ فيه. نحن أمة، يعني أول آية نزلت اقرأ، فينبغي أنه نطبق أوامر المولى عز وجل، ينبغي أن نقرأ في هذا المجال، ما ننساق وراء القصص الزائفة أي شيء جينا فيه. يعني من يجيك إيميل، والله مبروك ربحت مليون، من دون الناس كلهم ربحت مليون، أنت بس ليش؟ يعني فكر في هذا، ابحث من وين، ليش انا بالذات جاني هذا الايميل، ومن وين يعرفني هذا. اعطي نفسك بس مجال لدقائق معينه انك تفكر وتعيد القراءه مره ثانيه، لتكتشف ان هذه ما هي الا مصيده على اساس انه يتحصلوا منك على بعض المبالغ، على اساس انه مبالغ يتحصلوا منك على مبالغ انه يستفيدوا منها. مثل ما قلنا يا اخوان انه النص القانوني موجود. قد يسأل سائل، طب لو انا عرفت الشخص اللي احتال علي او نصب علي، عرفت، اذا بلغ عنه في هذه الحالة، يقدم الى العدالة ليأخذ جزاء. والنص موجود، نص المادة 12 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، واضح، وضعت عقوبة السجن من سنة إلى 3 سنوات، وغرامة من 1000 إلى 3000 ريال، ولو كان تشدد في حالات معينة هذه العقوبة لتنتقل من الجنحة إلى الجناية، في حالة أن المعلومات الإلكترونية كانت حكومية اللي تم الاعتداء عليها، أو
استخدامها او تغيير فيها. يعني هذول الاشخاص يا اخوه على اساس انهم يحتالوا ايش يعملوا؟ يغيروا الحقائق، يغيروا الحقائق، يدخلوا موقع حكومي يغيروا فيه الحقائق الموجوده فيه، مثل اللي يستخدموا الموقع مماثل لموقع منظمه الصحه العالميه او منظمه اليونيسف، ونفس الموقع مماثل له ويحطوا هناك بيانات انه بصدد جمع تبرعات لمواجهه هذه الجائحه، او انه ويستخدموا هذه المعلومات في الاضرار بالناس والايقاع بهم. هذه يعاقب عليها القانون، تعتبر هذه معلومات حكومية يعاقب عليها، ممكن تصل إلى السجن 15 سنة، والغرامة تصل بحد أقصى إلى 50 ألف ريال عماني. فالمظلة القانونية موجودة وكافية للردع، لكن الإشكالية والتحدي الكبير في الوصول إلى الجاني، لأن مثل ما قلنا عالم الانترنت عالم بلا حدود، لا يعترف لا بالحدود السياسية ولا بالحدود المكانية ولا بالحدود الجغرافية، ولا يعترف بأي شيء، عالم ليس له حدود. من الممكن أن جريمة من الجرائم تشترك أو يكون مسرحها مجموعة كبيرة من الدول. نتعامل مع مسرح جريمة افتراضي رقمي، الأدلة فيها كلها أدلة رقمية، فبالتالي هناك تحدي في الوصول إلى الجاني على أساس أنا أطبق عليه النص. النص إذا لم يكن إذا لم يتم اكتشاف الجاني ويطبق عليه سيظل نصا موجود في الكتب في الأوراق، لكن لو وجد الجاني يطبق عليه النص، النص موجود، لكن نحن ما نريد نصل إلى هذه المرحلة، نريد من البداية نكون نحن نبيهين في استخدام هذه التقنية. ينبغي أن نكون نعي، نتعامل مع من في الطرف الآخر، هل بالفعل أتعامل مع الشركة اللي أنا قاصدنها ولا هناك في شخص آخر؟ لابد أن أكون واعي أنا أتعامل مع من. هل بالفعل البنك يطلب مني بياناتي عن طريق رسائل؟ لازم أكون أفهم هذه المعلومة. يا أخي عندك رقم الكول سنتر، اتصل فيه اسأل، لما تجيك رسالة مطلوب تحديث بياناتك البنكية أعطينا إياها، يا أخي ما ترد مباشرة، ما تدخل تسوي كليك وتملي البيانات، ارفع سماعة التليفون اتصل بالكول سنتر. انت اذا انخصم منك مبلغ من المال تتصل، اذا فقدت بطاقتك تتصل، ارفع سماعه التليفون اتصل اسال، راح يجيك الرد انه ما في شيء، بدليل انه كثير من الرسائل تصلنا تنبيهات ان البنك لا يسالك عن بياناتك الشخصيه ولا ارقام بطاقتك عن طريق الرسائل. كثير من الرسائل تصل، ليش تصلنا؟ لان البنوك تعرف مدى الكارثة اللي يحصلوا فيها، إنه ناس كثيرة تتواصل معهم، والله أنا بطاقتي انسرقت، والله أنا المبلغ هذا ناقص، حسابي نقص منه مبالغ، حسابك نقص منه مبالغ لأني انخصم منه. وعاد الكارثة إذا هو ما نفعل ميزة الرسائل بحيث إنه لو انخصم تجي رسالة من بالتنبيه يعني، أو إنه يجي إيميل، فتحصل إنه ينخصم وما عنده خبر صاحبنا هذا. ممكن يدخله في يستخدم تطبيقات، استخدم التطبيقات وتسحب على طول، مشترك في لعبة، مشترك في ذا، ما عنده خبر يعني، وتنسحب المبالغ هذه. فينبغي الحذر يا إخوة، ينبغي الحذر، عالم الانترنت عالم كثير مليء بالمفاجآت، غير عمليات النصب، غير عمليات الاحتيال، الكارثة الكبرى عمليات الابتزاز اللي لا زالت لحد الحين مع الحملات التوعوية الكثيرة لا زالت
بكثرة، لا زالت تنتشر، لا زالت. كثير من المؤسسات المجتمع المدني، الشرطة، للدعاء العام، الهيئات والجهات المختصة، كثير قامين بدور كبير في مجال التوعية. يا جماعة الخير انتبهوا، لا تقوا ضعها يا الابتزاز، يا جماعة الخير انتبهوا، يا جماعة الخير انتبهوا، ومع ذلك الأعداد في تزايد. بقبول صداقة في موقع مواقع التواصل الاجتماعي، ومن ثم تنتهي بكارثة، بعمليات ابتزاز. هذه أيضا من ضمن الأشياء اللي للأسف الشديد بدأت تنتشر انتشار كبير عندنا. أول في البدايات، لما كنا في بداياتنا، كانت الجرائم أو جرائم تقنية المعلومات عندنا في السلطنة كانت أكثرها جرائم تقليدية، أكثرها جرائم تقليدية، الإهانة، السب، القذف، لحظة غضب يرسل رسالة حال صديق، حال شخص معين يقول له ذاك، فتستغل. فلا، هذه الجرائم كانت هي أكثر انتشاراً، لكن الحين بدأت العملية تتطور، بدأت تتطور عمليات الابتزاز، عمليات الاحتيال، سرقات البطاقات، هذه بكثرة. هذه كانت من القانون القديم اللي كان اللي صادر في 2001، قانون الجزاء القديم اللي ألغي في 2018، طبق أكثر من مرة في جرائم سرقة بطاقات، لما كانوا الجماعة هذول يجوا من برا ويركبوا أجهزة دون ما حد يعرفهم داخل أجهزة السحب، على أساس يتصيدوا الأرقام البطاقات وبيانات الشخصية من البطاقات. كثير كثير وقيس على ذلك، كثير منا يروح يشتري بضاعة، ولما يطلع الرصيد هذا يرموه ولا يهتموا فيه. والجماعة اللي شغالين خاصة في مجال أمن المعلومات وشغالين في تقنية المعلومات وهم أدرى مني بذلك، يعني أنا في هذه الحالة لست إلا متطفلا عليهم، يعني أدرى مني بذلك، هذه المعلومات كثيرة مهمة، الناس تستغلها، في ناس آخرين يستغلوا أي معلومة من هذه المعلومات، يستغلوها على أساس يكونوا صورة واضحة عن الشخص هذا، وبالتالي يتحصلوا منه على معلومات وعلى بيانات. كثير من الأشخاص ينتحلوا، يعملوا حسابات وهمية بأسماء شخصيات معروفة، والهدف منها هو الحصول على أموال الغير. وطبعا مثل ما قلنا في بداية أو خلال المحاضرة، إن جرائم الاحتيال الضحية يعطي المال وهو راضي بناء على رغبته. ليش؟ لأنه وقع ضحية خدع، وقع ضحية طرق احتيالية. هذه الطرق الاحتيالية مثل قل حطت غشاوة على عينه، ما أصبح يرى الصورة، صورة غير واضحة أمامه في هذه الحالة. طب إيش نتج عن ذلك؟ نتج إنساق، وبدأ بتحويل الأموال، وفي النهاية يقول الحقوني يا جماعة الخير، انسرق مني مبلغ وقدره. للأسف الشديد يعني لما نسمع ناس خسروا مبالغ، ومبالغ مش بسيطة، يعني ناس خسروا مبالغ مش بسيطة، ما نتكلم عن 10-5 ريالات، 20 ريال، دخل موقع واشترى وما جت البضاعة. يعني هي صحيح عملية احتيال ونصب، لكنها شوية يعني الواحد يغض الطرف، مبلغ بسيط يعني يقول عوضي على الله، لكن نتكلم عن ناس وقعوا ضحايا لألوف مؤلفة، نتكلم عن هذه الأشخاص اللي 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 وقعوا ضحايا يوهمه انه تعال بستثمر لك فلوس،
وتعال سجل بياناتك وبعدين تجيك الاتصالات سوي كذا ودخل كذا وحول وما اعرف ايش، وهو يشوف ارقام تزيد وارقام تنقص وارقام تزيد وما عارف، ليتفاجئ وهو يحول المبالغ ليتفاجئ بانه وصل المبلغ اللي دفعه فوق 20,000 25,000. كل هذه قصص واقعة هنا عندنا في المجتمع، مجتمعنا. فينبغي يا إخوة الحذر ثم الحذر ثم الحذر. لولا أن هذه مشكلة وتؤرق المجتمع لما كان أتوقع أنه في البنوك حتى في قسم لمكافحة اللي هي عمليات الاحتيال هذه. إذا ما كانت هذه ظاهرة بالفعل تؤرق المجتمع لما ظهرت الحاجة إلى وجود جمعية لمكافحة الاحتيال، واللي هي نظمت هذه الفعالية مشكورة في إطار جهودها الرامية إلى التوعية. لولا لم تكن هذه بالفعل ظاهرة لما جاء المشرع وكان حريصا على النص عليها في التشريع الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات والتشريع العام قانون الجزاء العام. إذن هي ظاهرة، وظاهرة موجودة، وظاهرة تستغل ونقع ضحاياها، نقع ضحاياها كثير. تخيل أنت مثلا يجيك إعلان أو تشوف إعلان، تدخل تطبيق أو تشوف إعلان يجيك عن طريق الواتساب أو شيء من هذا القبيل، بيت معروض للبيع وين؟ في مرتفعات بوشهر، منطقة حلوة جميلة، الأراضي فيها غالية، وتحصل أنت البيت معروض 50,000 وجديد، وحاط رقم تليفون وأنت تبحث عن بيت على طول. أول رقم تتصل فيه تليفون يقول لك يلا فرصتك، الحق يا ما تلحق، وإذا باغي يلا ادفع بس عربون 5,000 لحد ما نكمل المشوار، ولاقيني باكر في الإسكان. تدفع 5,000، لا تشوفه هو ولا تشوف إسكان ولا تشوف شيء. شخص نفس الشيء، شخص تقريبا قبل كمين أسبوع يعني التقيت فيه، يسألني اشترى سيارة، يريد يشتري سيارة من إحدى الدول، استوردها، دخل الموقع شاف السيارة كل هذا من هذا القبيل، فقالوا له أوكي. جاء واحد قال له خلاص أنا بشتري لك إياها، أنا عندي علاقات هناك وضبط الموضوع، فعمل التحويلات، إلا يتفاجئ بأنه لا في سيارة ولا في أي شيء ولا أي حاجة، وراح فلوس. نفس الشيء هذه عمليات النص باستخدام السيارات هذه، يقول اشتري لك سيارة نجيب لك سيارة، أو يبيع السيارة لأكثر من، يعني كثير من 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 عمليات هذه اللي تحصل للأسف الشديد. وللأسف الشديد إحنا مش بقلة المعرفة، يعني المعرفة موجودة ولله الحمد، الناس ما شاء الله عليهم يعني، لكن هو عملية الاستعجال، لأنك أنت لما تستعجل في الشيء ما راح تأديه بالشكل المطلوب. ياما 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 كثير تحصل، ياما ناس وقعوا فيها ضحايا، خاصة الإعلانات المضللة هذه، الإعلانات المضللة هذه كثير ناس وقعوا ضحاياها، لأن أنت خاصة في مجال الإنترنت أنت تتعامل مع عالم مجهول، مع صورة. أنت لما تروح، الفرق أنك أنت لما تروح إلى محل أنت تعاين البضاعة، تشوف البضاعة أمامك، لكن في الحقيقة في العالم الافتراضي أنت ما تشوف البضاعة. فبالتالي ينبغي أنك أنت تكون حريص لما تروح تشتري، ينبغي أنك تكون حريص أشد الحرص. لابد أنك أنت تروح مكان، يعني مواقع معينة، تسأل وش هي المواقع المعينة اللي أنا ممكن بالفعل أشتري منها واللي تحفظ لي حقي، بحيث أني لو لا سمح الله البضاعة ما كانت بالشكل المطلوب أستقدر أسترجع حقي. لكن أنك أنت على طول تروح تجازف، لا طبعا، هذه للأسف الشديد يعني.
ياما كثير ناس وقعوا، وياما عرض في قضايا عرضت على المحاكم وصدر فيها حكم، لكنه الشخص ما موجود، خارج هارب. كيف تقدر انت تجازيه؟ تروح تاخذ حقك من عند من في هذه الحالة؟ فينبغي الحذر ثم الحذر ثم الحذر. عالم الانترنت عالم جدا رائع، عالم جدا مفيد لنا كعاملين، كباحثين، كدارسين، كمعلمين، لجميع الفئات، ولكن أيضا عالم كالعالم المادي مليء بالمخاطر، مليء بالمخاطر، فبالتالي ينبغي علينا الحذر. أنت في العالم الافتراضي، العالم المادي اللي أنت عايش فيه، إذا تسمع عن منطقة خطر ما تروحها أبدا، ما تجازف تروح منطقة أنت ما تثق فيها، ممكن يجيك أي مشاكل فيها. فما بالك أنت إذا كان أنت هذه حياتك في العالم المادي، فكيف أنت لما تدخل عالم الإنترنت؟ والعالم الإنترنت عالم مثل ما قلنا غير ما تحده، لا يعترف بالحدود، عالم مفتوح. فأكيد كمية المخاطر في هذا العالم أكثر بكثير من العالم المادي. لهذا يا إخوة نصيحة أخوية أقدمها لكم، نستخدم التقنية ونستخدم الخدمات التي تتيحها التقنية، ولكن باحترافية، نستخدمها بمهنية، ونوجه أولادنا، نوجه أسرنا إلى استخدام هذه التقنية لاستخدام الأمثل. لا ننساق وراء الإعلانات، خاصة الإعلانات المضللة. ينبغي الحذر عندما نتعامل في الأمور المالية تحديدا، ينبغي الحذر على أساس ما نقع ضحايا وبعدين نجي ونقول يا جماعة الخير أنا وقعت ضحية وأنتم ما ساعدتوني، رجعوا لي فلوسي، ما أعرف إيش، وندخل في هذه المتاهات. ينبغي أنك أنت تكون صمام الأمان رقم واحد، سواء في نطاقك الشخصي أو في نطاق العمل، ينبغي أنك تكون صمام الأمان. ينبغي أن لا تنساق وراء هذه الرسائل المضللة. ينبغي أن نستخدم العقل في التفكير نوعا ما، يعني نفكر قبل لا نقدم على الشيء، ندرس، نفكر مرة واثنين وثلاثة ونتأمل، ومن ثم نقرر، نتخذ القرار، ويكون القرار اللي نتخذه متخذينه يعني بثقة. لما نتخذ القرار نتخذه بثقة. هذا فيما يتعلق طبعا أنا يعني حاولت أركز على موضوع عمليات الاحتيال، على الرغم أنه مثل ما قلنا أنه شبكة الإنترنت أو عالم الإنترنت كثير من الأشياء اللي باتت تستخدم للأسف الشديد فيها، ليست بس فقط جرائم الاحتيال والنصب، ولكنها ما لمسناه مؤخرا أن هذه الفئة من الأفعال للأسف الشديد بدت تنتشر، خاصة في الفترة الأخيرة من السنة الماضية وهذه السنة، بدت شوية ترتفع وتيرة هذه النوعية من الجرائم، بدت ترتفع. ليش؟ لأن الناس كانوا في السابق أمورهم طيبة، إذا يبغوا يشتروا يروحوا يشتروا، ما في أي شيء. الحين هم أصبحوا داخل البيوت، ما عندهم ابدا الا انهم يطلبوا، الا انهم يجيبوا، الا أنهم يستخدموا التقنيه، فبالتالي كثرت. لهذا كان واجب التنبيه والتركيز على هذه يعني على هذه الظاهره، وهذا بالفعل اللي لمسناه، يعني حتى الاخوه في البنوك، مختلف البنوك، تحصلون بين فتره وفتره يركزوا على هذه الظاهره، الاخوه في شرطة السلطاني نفس الشيء. لكن هذا ما معناه انه ما في افعال اخرى او ما في
سلوكيات سيئة ترتكب، لا فيه بالفعل مثل جرائم الابتزاز نفس الشيء ماخذة حيز كبير، جرائم الاختراقات ماشية، جرائم الفيروسات شغالة، جرائم الاستغلال، استغلال للأسف الشديد بدت تظهر أيضا، بدت يعني نلامسها، الاستغلال الجنسي من خلال شبكات التواصل بدت بالفعل يعني لاحظناها يعني بالفعل يعني، وإن كانت قليلة جدا في مجتمعنا ولله الحمد، لكن ما معناته أن هي ما موجودة، ما دام أنها شبكة الإنترنت موجودة فهذه الظواهر موجودة. في نهاية هذه المحاضرة يا إخوة، أنا سعيد أن التقيت فيكم، سعيد أن يعني أنه الأخوة في جمعية مكافحة الاحتيال أتاحوا لي هذه الفرصة وشرفوني بهذا اللقاء. أتمنى أني يعني معلومة أو وصلت لكم رسالة، مع أنكم ما شاء الله يعني كل في مجاله أعلم مني، خاصة إذا كان الناس متخصصين في مجال تقنية المعلومات وأمن المعلومات، ولكن حبي لهذا المجال ولأني اشتغلت في هذا المجال جعلتني متعطش إن يعني أتابع كل جديد في هذا المجال. نتمنى لكم التوفيق، ونسأل الله أن يحفظكم وذويكم من كل مكروه، وأن يجنبكم الكوارث ما ظهر منها وما خفي. والموضوع معاكم يا إخوة في جمعية مكافحة الاحتيال. السلام عليكم، جزاك الله خير دكتور على المحاضرة القيمة اللي عطيتنا إياها اليوم. وضحت لنا نقاط كثيرة وأماكن وأشياء ممكن نحذر منها في الأيام القادمة ونخليها في بالنا بخصوص الاحتيال والجرائم الإلكترونية. مشكورين جميع الحضور على حضور المحاضرة القيمة، وإذا في حد عنده سؤال أو شيء للدكتور فليتفضل قبل ما يخلص الوقت. جزاكم الله خير. تمام. في سؤال أعتقد مقدم من الأخ سالم، كان يسأل حول كيف ممكن ملاحقة المجرمين. هذا السؤال صراحة جدا رائع. هذه هي الإشكالية، من ضمن الإشكاليات اللي تؤرق أو الإشكاليات الخاصة بتقنية المعلومات أو جرائم متعلقة بتقنية المعلومات، مشكلة ملاحقة المجرمين، لأن مثل ما قلنا أنه احنا نتعامل مع مسرح جريمة افتراضي. المجرم ممكن يكون يعني اكثر من دولة تدخل في هذه الجريمة، وبالتالي ما نستطيع، ما في اي دولة تقول انا استطيع ان انا اكافح الجريمة واواجه الجريمة والاحق المجرمين بنفسي، لا، لابد ان يكون هناك تعاون، سواء عن طريق الانتربول الدولي او عن طريق حتى الانتربول اللي هو الاتفاقيات الثنائية. وأنا أتوقع أن الأخوة في شرطة عمان السلطانية أو حتى الأخوة في مركز السلامة المعلوماتية، مركز وطن السلامة المعلوماتية، عندهم اتفاقيات ثنائية، سواء على نطاق منطقة دول مجلس التعاون أو على النطاق الدولي، عندهم اتفاقيات ثنائية يتبادلوا من خلالها الخبرات، يتبادلوا من خلالها المعلومات اللي تتعلق بالمجرمين والجرائم. لا بد من وجود الاتفاقيات، لا بد، هذا قولا واحدا، لا بد من وجود الاتفاقيات. دور الانتربول دور جدا مهم في هذا المجال، على اساس تنسيق ما بين الاجهزه الامنيه بحيث انه يستطيعوا الوصول الى الجناه. شبكه الانترنت يا اخوه ليست فقط مسرح للجرائم التقليديه، الجرائم العاديه هذه الاعتياليه، ولكن ايضا اصبحت مرتعا خصب لجرائم منظمة، جرائم الاتجار بالبشر، جرائم غسيل الأموال، جرائم الاتجار بالمخدرات. وبالتالي أصبحت يعني مثل ما نستفيد إحنا من شبكة الإنترنت، أيضا العصابات والمنظمات الإرهابية هذه تستفيد من هذه من
مما أفرزته التقنية في سبيل تسهيل الأعمال الخاصة بهم. فنعم، جوابا على سؤالك أخوي سالم، نعم نحتاج إلى اتفاقيات، واتفاقيات دولية، واتفاقيات ملزمة، أو اتفاقيات ثنائية بين دولة ودولة. يحتاج أنه للإنتربول دور، وأيضا للشرطة في نطاق الإقليم العربي دور، وأيضا يكون هناك تعاون ما بين الدول لها دور، ودور كبير يعني. عفوا. دكتور شكله ما في أسئلة زيادة، جزاهم جزاك الله الله خير، خير، بارك الله فيكم، ما شكرا لكم. قصرت، شكلهم متفاجئين من كثر الأمور اللي تصير حوالينا بخصوص التقنية. واحد أو اثنين منا أكيد مر عليه هذا الموضوع بالذات في الواتساب. لا كثير، أنا متأكد كثير يعني، يوميا، هذا يوميا يعني. جزاك الله خير وشكرا على المحاضرة. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير.